فيه نتغنى صوتنا، فيه نتغنى صوتنا، أشعار في حكايات، أشعار في حكايات. تاكل في اللقمة بحلال. مبارك مولانا في دين وجيال تعلم في الجيال، تحاي في ميراث السنين، الهن عزم يطيح الجبال، معاه نقس والحاتلين تشكل في تربة ورمال، ومن هنذار تشيتمين خزف يلي ما زلت تسال، حرف التركيز وتمعين، وتوا نشوفوها في الحال. تعالوا يا مشاهدين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا 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 مرحبا. الحال الطيب؟ الله يسلمك ويهنيك. كيف حالك يا صاحب حرفة؟ امتازت بالفن وبالزين، في الصنعة ناقصنا عرفة، نورنا بوحدة واثنين. أهلين وصلتي، يلي هم بالحرفة شلتي، شرفتينا ونزلتي في دارك ونحن الزيري. تفضلي جامس تفضلي. يسلمك يسلمك. الله يشرف مقدارك ويبارك في رزقك وصغارك، جابتنا صنعة فخارك، عنها مو حاجة عارفين. انت قولي وانا فيها، وعنك مو حاجة خبيها، صنعة الجد نوريها، منهم هالصنعة ورثي. ريدك تشرح لي وكيف صناعتها توضح لي، واسألتي واجد سامحني، انت عارف الإعلاميين. شوفي يا زبيدة، بالصنعة خطوات عديدة، وتشوفي رسمات فريدة تقولي نقشة نحاتي. صلاة علي بالحق رسول، اللهم صلي وسلم عليه. كمل في التوصيف وقول، بوصفك زاد عندي الفضول، ترابك يا صانع من وين؟ من التربة لونين خضين، البيضة من جوف صحارينا، وخضرة في الجبال لقينا، يعني خلطتنا نوعين. الخلطة المعجونة لازم تقعد في الطاحونة 6 ساعات وهي مركونة، نين الطيب وتقعد طين. هذي من؟ زبيدة تسأل أنت من؟ أنا البقوشة، يعرفني من جيت الحوشة، وصنعتنا ما هي مغشوشة، الجودة صنعت ليبيين. باهي فيدوني، نفهم الصنعة خلوني، بعد الطحونة وروني إيش داروا بها بعدين؟ نجول التكفيف، يجففها الفلتر تشفيف، نين الطين يصير خفيف وينشف من المية زي الخلخالة. بعدين تجي لازم منها وتفضي، ويطلع من بعد تصفيه، عجي نجهز في اليد يلين. وشن بعديها؟ خلي البقوشة توريها، هدي مراحل مرت بيها، اللاقوا كل جواب لسين. بعد التشفيف التجميع، عجينة بين يديه تطيع، الصانع يبدأ في التصنيع، تلاقوته بتنداي جبين. الطيني نخدم كيف العادة، يا شقافة يا برادة، واللي حليها بزيادة لمسة تزيين وتلوين. ويلفوا للبايع روادة، زوار ومنا شريين، قدروا بقوشة وبرادة، وجرات وقصعة بازين. العرب لولا يقولوا الهيل ينقص من العرمة، والمغرف ينقص من البرمة. اي والله، اللي في القدر يجبدها المغرف. هذه زبيدة حرفتنا، وإن شاء الله لقيت الإجابة اللي تريديها. نشهد بالله ما قصرت، بدت عندي الصنعة مفهومة، الحقنها هلبة مقيومة، ونقول لكم تسلم ليدين،
ويا حزاركم ويا فزاركم ويا شليلك. عناس دي السويدانية كل بيت طوق دهانة. فيهم تغنى صوتنا أشعار فحكايات أشعار فحكايات.